أبو علي يقول دائما سيدنا أسوي يعني عزائم ولائم في البيت، ونؤمر النساء أنه يسوون ويطبخون ويقومون بالواجب، شنو الحكم هنا أخو؟ ما يأثر؟ أولا قضية أنه المرأة تشتغل بالبيت أو في الواقع تقوم بمهام البيت نعم وتطيع زوجها في ذلك بلا إشكال، أنها في واقع الحال متفضلة، متفضلة على الزوج، متفضلة على العائلة، لأنها تقوم بعمل ليس واجبا عليها، ولكن هي طيبة، هي إنسانة تحب العائلة، تحب زوجها، بلي. فتطيعه في ذلك، وهو أمر طيب. وأنا قلت للأخ أبو علي أنه هذه المرأة لابد أن تشكرها، لابد واقعا تقدرها وتعزها، بلي. ولا يحق لك أن تفرض عليها بالفرض والإجبار والقهر، هذا ما يصير. بالرضا، بالرضا والمودة والمحبة، نعم طيب، ولا إشكال في ذلك. تقول الخطية ذن صائمات، على حال هن متحملات، الله يحفظهن إن شاء الله، بلي. فلا إشكال في ذلك، ولكن هونا هونا، شوية شوية، يعني مو فوقها لا، يعني مو فوقها كل يوم، خلي في 3 أيام مرتاحة، يوم الرابع سوي وليمة، شوية في 4 أيام مرتاحة، وهكذا حتى المرأة تصل إلى أمور أخرى، تصلي، تقرأ مناجاة، تقرأ القرآن، فكن أنت معينة لها في طاعتك.